مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا بكم في هذه الأمسية الأم درمانية من اتحاد فن المناء الشعبي. أم درمان حاضنة للثقافة وحاضنة أيضا للتراث، ومن خلال هذه الأمسية إعادة لمجد الكبار من خلال أغنية الحقيبة السودانية. أهلا بكم، أمسية وسهرة مختلفة، كونوا حضور معنا من خلال قناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحب بكم، وأسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا. بدلت به شعوري
Yeah.
أول حاجة السلام عليكم. ثاني حاجة سعيدين كل السعادة إنه نكون مشاركين معاكم في منتدانا الجميل. أنا بقول منتدانا لأنه الاتحاد ده بيتنا الثاني والله. فإن شاء الله نقضي وقت جميل وإن شاء الله تستمتعوا. سلواي قصايد شاعر تغرب وزاد بيك الصبر زاد زاد وبيك الصبر أبد شنو هذا الحصل بيناتنا ما نبدل الغدار أبد شنو الرجع يعاودني الحنين خاطر الكسر يوم كبير الزمن شغل
قفلي يا خالي العتب على مزح والله ما تمشي تجيف قبلك بس اي سافري من قبل يشتد الهجي يئير بالنزوحي واصبحي ما بين الطيات لا أسيئير بالضروحي ومضي السماء لحلك الروض النطير فاستريحي الليل عروس الروض يا ذات الجنة يا حمامة سافري
منه. ذهبت غزل ولو
السادة الحضور، نرحب كثيرا بمدير قناة الشروق الأستاذ عاطف حسن الياس حضورا بيننا في هذا المساء الجميل، ونتمنى أن تكون هنالك التوأمة بين اتحاد الغناء الشعبي وقناتكم المنظورة والتي يحبها الجميع. لكم التحية وأنتم تشكلون هذا الحضور. شكر كل الشكر أيضا للتيم العامل الذي ينقل فعاليات هذه الأمسية، ونرحب بالفنان محمد دبدوب حضورا بيننا في هذا المساء الجميل. هنالك أحبتنا فقرة التكريم. فقرة التكريم مقدمة من فرقة الفنان أحمد عباس دوكو ل
السيد النقيب مازن محمد إبراهيم قائد التوجيه المعنوي بالدفاع الجوي. السيد النقيب مازن محمد إبراهيم أهلا بك، وشرفت كثير. أهلا بك، وهذا تكريم من أبنائك الذين يشكلون دوما معكم شباب يقدمون جميل من الأعمال الفنية. لهم التحية والتحية يا إخواننا لسعادة النقيب مازن محمد إبراهيم قائد التوجيه المعنوي. شهادة إلى سعادة النقيب مازن محمد إبراهيم التوم رئيس شعبة التوجيه والخدمات. عندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير للآخرين، فإن أجمل عبارات الشكر والتقدير لابد أن تساق حروفها وتنتهي سطورها معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا لهؤلاء. وشكراً من الأعماق لك، وشكراً لك من أعماق قلوبنا على عطائك الدائم. إهداء من فرقة أولاد المكتبة للغناء الشعبي، والتحية لكم. والتحية لكم. واصل مع الفنان أحمد عباس دوك. تلاقينا وتعرفنا فاقدر بينا فوق Yeah.
Oh yeah.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الأمسية الخاصة بليالي الحقيبة على قناة الشروق. وأغاني الحقيبة هي من الملامح التاريخية المهمة اللي دخلت في السودان منذ القرن التاسع عشر، واتطورت وتحدثت الأغنية الحديثة وواكبت الأغنية الحديثة. أهلا ومرحبا بكم، وفي هذه اللحظة سعيدة جدا بانضمام العضو التنفيذي لنادي اتحاد فن الغناء الشعبي الأستاذ موسى أحمد عبد الله. أهلا ومرحبا بك وسعيدين بك. وخلينا نتكلم في البداية يعني عن الاهتمام الاتحاد بتطوير أغنية الحقيبة وإعادة هذا المجد الكبير، مجد الكبار بتأكيد. مرحب بكم، وأنا إنابة عن اتحاد غناء الشعبي كل أعضاء كورة وفنانين، بنشكر غناة الشروق لمجهودهم وتكبد المشاغ وعشان يجون هنا في الاتحاد وعشان يشاركونا يعني، وعشان يبثوا للمواطن ذاته الشيء اللي بيعمل فيه الاتحاد الغناء الشعبي. فدي طبعا يعني مجهود نحن بنقدره، ونسأل الله ربنا يوفقهم بركة الله. نحن كمان بنقدر مجهودكم واهتمامكم بتطوير أغنية الحقيبة يعني، وإلى أي مدى يعني هذا الاهتمام من خلال هذا النادي العريق المعروف باهتمامه بأغنية الحقيبة والترقية المستمرة لهذه الأغنية التي لا تمل ولا تكل. والله اتحاد الغناء الشعبي أصلا طبعا دي مهمته، دي مهمة اتحاد الغناء الشعبي إنه يطور الأغنية بتاعت الحقيبة. ففي السلف الفاتو طبعا قباننا كلهم ناس عوض الكريم طبعا، وفي ناس الله ربنا يطول في عمره، وناس بادي وكحلاوي ويعني كل الناس اللي رحلوا عندنا هم سلمونا، وان شاء الله نحن برضو هنسلم الاجيال، وان شاء الله حيكون في تطور. وهسه زي ما شايفينه والشباب يعني زمان الاغنيه الحقيقيه كنا الناس بيغنوها بطبلة وبنقز وثلاثة كورس، دلوقتي هسه في تطور الحمد لله، في هسه 7-8 كورس ودنب ويغاعات وبتاع. فاختلفت الشغلانية الحمد لله على حسب تطور الأغنية وتطور النعمة. فالحمد لله الأمور ماشية، وإن شاء الله نحن حنظل يعني في أغنية الحقيبة إلى أن ربنا يرزق الحياة إن شاء الله. ربنا يمد في عمرك وكل المهتمين بأمر الغناء في السودان وتحديدا غناء الحقيبة. شكرا لوجودك معنا، وكل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا عبر هذه الأمسية. احنا في هذا المساء سعيدين جدا بهذه الطلة عبر اتحاد غناء فن الشعبي وأغنيات الحقيبة الممتدة عبر هذا اللقاء. خليكم معنا ونحن مستمرين من خلال هذه الأمسية، ابقوا معنا. مشاهدينا ومتابعينا، واحنا معنا في هذه المساحه الفنان يوسف البربري، سعيدين بك عبر هذه الامسيه تحديدا عبر قناه الشروق واحنا على الهواء مباشره. اتكلم عن المشاركه، هل هي يعني من المشاركات الدائمه بالنسبه لك؟ وكيف انتم كفنانين بتغنوا للحقيبه دائما، بتوثقوا لاغنيات الجميله للشعراء المختلفين المروا على عصور السودان المختلفه؟ كلمنا عن التجربه وكلمنا عن التطوير المهم لاغنيه الحقيبه. والله يا اخي حبابكم اول حاجه في داركم، ولو في تحيه اول حاجه قمنا نحيي قناه الشروق، يعني كون وصلونا هنا وعكسوا تواصل الاجيال من جيل لجيل، فده عالم ثاني. ده شكل الاتحاد، ونحن سعيدين جدا انكم تكونوا معنا في نص جمهورنا وفي نص اخوانه والعتاد بتاعنا زي ما بقول.
فأغنية الحقيبة طبعا زي ما معروف الذهب الذي لا يزال السودان. فاليوم اللي لنا نحن بنعز شعراء الحقيبة وفنانين بتاعنا الحقيبة وسعيدين كل سعادة شغل الجمهور بيوحي لك. يعني تلقى أعمار ما بين 13 ل 15 لحد أيوه. لاحظنا في الفترة الأخيرة برضو اهتمام الشباب يعني غير كمشاركين كجمهور يعني بهذه الأغنية، رغم وجود الآلات الحديثة والأغنية الحديثة لكن نجد الأغنية الحقيبة هي صامدة في المساحة الغنائية وفي الخريطة الغنائية السودانية. شوفي المفردة اللي عملت بها أغنية الحقيبة مفردة كانت صادقة، مفردة جميلة جدا، وبعدين تحس بها غزة روح، فناس كانوا عاشقين وحابين حب شديد، فالناس زي لحد ما اسيت شوكه كده وبذا حتى نفهمه. فأغنية الحقيبة يا ست الناس ما حيجي يوم تموت، ما حيجي يوم تندسر، وهسه الأجيال طالما بتتناول أغنية الحقيبة أو أغنية الحقيبة يا ست الناس زي الأدب، يعني أدب وأخلاق تربي بها في البيت، فالحمد لله فيها رسائل وفيها معالجات للمستمع السوداني، في حاجات كثيره فيها حلوه. هتغني لنا شنو الليله؟ والله نخليكم الليله تتمتعوا. خليها مفاجاه لكن انا معاكم ان شاء الله ولكل الشعب السوداني. شكرا لك كل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا عبر هذه الأمسية، اتحاد فن الغناء الشعبي، هذا الغناء الذي ابتدر في يعني قرن فائت وكذلك يعني تزامن مع العهد البريطاني. احنا متواصلين مع هذا الذهب الذي لا يصدع في ليالي الحقيبة على قناة الشروق، ابقوا معنا. مشاهدينا وزي ما تحدثنا قبل شوية عن إنه قناة الحقيبة هو ممكن تكون فيه فكرة المجايرة ناجحة جدا، والدليل على كده الفنان الشاب الموجود معي أحمد عباس وغنى قبل شوية غنى جميل جدا جدا وثق من كبار من خلاله للكبار. أهلا ومرحبا بكم مساء الخير. أهلا ومرحبا بكم ومرحبا بتيم الغناء العامل كله، ويعني بنشكركم جزيل الشكر على جيتكم الجميلة لنا في منتدانا الجميل ده دارنا يا جماعة. مرحبا بكم في أي وقت. دارنا وداركم عامر ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم احمد عباس عن فكره المجايله، يعني الشباب واهتمامهم برضه باغنيه الحقيبه، وانا شايفه في الات كثيره موجوده ربما دي سهلت عمليه الغناء وخلت انه الاغنيه بتاعت الحقيبه تصل اكثر بالنسبه للمستمع السوداني. طيب انا ممكن اقول لك الايامات دي الغنى الشعبي بقى عامل رواج، الشباب يا دوب مخه بدا يتفتح مع الغنى الشعبي. بعدين الالات الكثيره دي يعني شنو بتخلينا شنو؟ بيسهل لنا الغنى زي ما بقولوا، بتحليه لنا، الموضوع ده عامل كده بس. جربت انك يعني تغني بالالات البسيطه، الريق مثلا والحياه البسيطه، ولا لقيت صعوبه؟ لا جربناها دي في البدايات طبعا، لكن بعد ذاك طبعا كل ما الزول يعني يتمرس في الحاجه بيتقدم خطوه لخطوه، كل ما تقدم خطوه لخطوه بتدعم الاتك بتدعم حاجاتك بتجيب الدرامز البيز، الموضوع ده عامل كده وتحلي الشغله والشغله ماشيه، والله يسهل علينا وعليكم. اللهم بتفتكر انه غنى الحقيبه محتاج تدريب يعني للواحد بصوره مكثفه، وهل بروفاته بتاخذ زمن زي الاغنيات الحديثه؟ اكيد انا ممكن اقول لك الغنى بتاع الحقيبه اصعب من غنى الموسيقى، لانه غنى الموسيقى يعني فيه فرقات كثيره الفنان ممكن ياخذ فيها راحته، لكن احنا هنا الغنى بتاعنا تسليم وتسلم، يعني انا بقول الكورس يقول وراي، انا بقول الكورس ويقول وراي، لكن في الموسيقى في فرقات، يعني حتى شايف بس الايامات دي فنانين الحديث بقى يجيبوا كوارث معاهم عشان رجعوا اساس الشعب القديم.
اي والله العظيم. انا شايفه برضو بعض الشباب يعني بيكونوا في الكورس في رقصات كده، يعني هي بيكون فيها نوع مثلا من يعني تفهيم الاغنيه او توصيل مفهوم الفيديو كليب المباشر من خلال اغنيه الحقيبه. يلا الرقص بتاع الكورس ده بيعتمد يا رقص جماعي يا حاجه انت بترقص مع احساسك، ما قدامك في فنان بيغني، قدامك في حاجه شغاله، في احساس واصلك بعد انت على حسب الاحساس اللي جواك بتقوم تعبر. يعني الرقص ده كله عباره عن تعبير عن الحاجه جوا الانسان بس، ما حاجه مقصوده على الغنى هاي. شكرا لك. الله يديك العافيه، تسلمي كثير يا اخي، وشكرا للتيم العامل، وشكرا لكم وحبابكم في دارنا في اي وقت. شكرا. شكرا جزيلا. كل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا من خلال هذه الامسيه تحيه ومحبه واحترام، متواصلين من خلال هذا المساء، واغنيات الحقيبه اللي بالتاكيد هي صامده وموجوده، خليكم معنا. مشاهدينا في هذه المساحة الاستثنائية، وفي هذه المرة معنا سعادة النقيب مازن، أهلا ومرحبا بك. وأنا لاحظت قبل شوية كان في تكريم لك، إن ده يدل على أنك أنت مهتم جدا بهذا النوع من الغناء الجميل جدا، غناء الحقيبة. نعم، شاكر لك وشاكر لقناة الشروق الفضائية، وطبعا الفرقة اللي كانت مشاركة دي هي فرقة أولاد المكتبة، يعني تابع لنا لشعبة التوجيه والخدمات بقوات الدفاع الجوي. والعمل بتاع القامت به ده هو فن بتاع الغناء الشعبي معروف للسودان كله، لكن في نفس الوقت كان صغلوا الموهبة بتاعتهم، الرعاية بتاعتهم كان تحت رعاية شعبة التوجيه والخدمات عندنا في قوات الدفاع الجوي. أنا داير أعرف إنه شكل الشراكة ده يعني بدأ بتين بينكم وبين نادي الغناء الشعبي، وكلمنا شوية برضو عن التكريم. هو يعني الشراكة دي هي قديمة، يعني قديمة الأزل، يعني ما منحصرة في الغناء الشعبي فقط، فاحتمال في كل اتحاد المهنة الموسيقية يعني بشتى الألوان الموسيقية، إذا كان غناء حديث أو غناء شعبي، يعني في كل وحدات القوات المسلحة بتهتم دائما بالمبدعين بتاعين هناي، مبدعين الغناء بشتى الظروف يعني. فعشان كده كان الليله الفرقه بتاعتها زي ما بيقولوا اولاد المكتب. اما بالنسبه للتكريم حقيقي هي كان مفاجاه ذات، انا ما كنت متوقعها. نعم الله يديك العافيه، هي كان مفاجاه انا ما كنت متوقعها صراحه من الشباب، وكان والله لفته بارعه شديد وادخلت السوق. تستاهل كتر خيرك، الله يديك العافيه. في ظل هذا الاهتمام وهذه الشراكه، خلينا نتكلم عن الرؤى المستقبليه لهذه الشراكات وكيف ممكن تدعم اغنيه الحقيبه في السودان. والله هي حاليا احنا شغالين في طاقه التطوير، يعني بنطور ان شاء الله الفكره بتاعتهم هتعمم لكل الوحدات، ويعني احنا ما حنحصر الفكره هنا في الخرطوم، يعني على المدى البعيد حنمشي كل ولايات السودان حيغنوا نفس الغنى بتاعنا، الغنى الشعبي حنوصله بطريقه بتاعتنا احنا في الوحدات العسكريه الخاصه بنا ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. شكرا لك وكتر خيرك، الله يديك العافيه. مشاهدينا مستمرين معاكم، حنستمع لاجمل الاغنيات، اغنيات الحقيبه خاصه من خلال هذه الامسيه على قناه الشروق، خليكم معنا. مشاهدينا يعني نسبة كبيرة جدا من الحضور الآن من خلال اتحاد الغناء الشعبي وفي ليالي الحقيبة، يعني الرواد متميزين بالتأكيد. خالد ليمونة موجود معنا من خلال هذه الأمسية، وهو أحد الرواد دائما موجودين في هذا النادي. تكلمنا عن يعني هذه الفترات المختلفة اللي بيكون فيها إحياء لهذا الغناء والتطوير والمشاركات أيضا من خلال الرواد. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية
عايز بشكر غلطة الشروق والوعد بأن غلطة الشروق عادت للعمل من جديد وهي من الغلوات المحببة لنا يعني إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. أنا يعني بحيي الإخوة الغايمين على أمر اتحاد فن الغناء الشعبي على هذه المبادرة الطيبة التي ظل يقوم بها في الفترات السابقة والتي يعني ساهمت في إنعاش اتحاد فن الغناء الشعبي. واتحاد فن الغناء الشعبي هو يعني اتحاد رائد واتحاد غايد وهو يعني المدافع الأول عن هونية الحريمة في السودان وهو منطبيه انه يعني يحمي اغنيه الحقيبه ويحيي يعني ذكراها وذكرى فنانين الحقيبه الذين مروا على هذا البلد. وانا بحييه انه هو يعني في كل فتره اخرى بيطلع لنا بفنان شعبي من الشباب. انا بحيي الفكره دي والان يعني في كميه كبيره من الشباب هم بدوا يرددوا في اغاني الحقيبه وانا بكرر التحيه لهم وبقول انه يعني نحن بنناشد كل اهل ام درمان وكل الناس المهتمين بالحقيبه بانهم يجوا ويجوا لدى الاتحاد ويشكلوا حضور على اساس انه يعني يستمتعوا باغاني الحقيبه ويستمتعوا بالطرب الاصيل وبالارث الجميل اللي خلوه لنا الاهل القدام والفنانين والشعراء السابقين. فنحن بنحييهم ثاني وثالث ورابع وبناشد كل الزواغين وكل محبي الحقيبه انه يجوا للاتحاد وان شاء الله يعني الناس موعوده بكل شيء جميل في الايام الجايه ان شاء الله. شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. شكرا. كل مشاهدينا احنا متواصلين بالتاكيد من خلال النبض الحي المستمر على الهواء مباشره من ام درمان. دائما نحن بنزعد في هذا التواصل ومدينه ام درمان المدينه الجميله العامره بالفن والطرب الاصيل وهي دائما حاضنه وحاضره للاغنيات السودانيه وخصوصا التراث السوداني. متواصلين معاكم ابقوا معنا. مجددا لكل مشاهدينا واحنا في هذه المره بنزعت في التواصل مع نائب رئيس اتحاد الغناء الشعبي واحد رواد الاغنيه اغنيه الحقيبه المميز جدا عوض الكريم. اهلا ومرحبا بك وسعيدين بك ومساء الخير على قناه الشروق. يعني شرفتنا ونورتنا كثير ومساء الخير. اهلا من الشروق في داركم مش في سعيدين جدا بوجودكم معنا. انتوا دائما صباقين للحياه الجميله دي ان شاء الله تكون كده توأم بيننا وبين الشروق يعني ان شاء الله. احنا انت احد الرواد المميزين بالتاكيد وفي انا شايفه مجايله جميله جدا ما بين الكبار والشباب. كلمنا عن الاضافات اللي طرأت مؤخرا على اغنيه الحقيبه ومدى الاستفاده منها. هو انا اقول الكلام ده بصراحه ما في اضافات. ما في اضافات. وبعدين أنا بفتكر يعني التواصل مهم. التواصل بين الأجيال مهم ونحن لو بدنا صغار ما بدنا كبار.
بتعلم من الصبغون اساتذتنا الكبار نصحهم الصبغون وردي واسمع حسين وكابل الاستاذ وكذا الله يرحمه. لكن زمان ما كان في الالات الكثيره اللي بنشوفها هسه. ما في يعني كان الاضافه يعني. ما كل شيء كل زمان وكله زي ما قالوا التطور بيحصل في كل شيء. يعني زمان كان في موبايل كان في ساوند هذه كلها التطور يعني. زمان كان في الاسطوانات يعني الاغنيه كان بتمشي على الاسطوانات. والاسطوانات يعني بتاخذ زمن عشان تطلع برا السودان وتجي راجعه ثاني. بدوها 32 السرور ما كان في يعني ما كان في تلفزيون ما كان في بتاع تلفزيون السودان 63. انا دايره منك توصيات للفنانين الشباب اللي تحديدا بيغنوا غنى الحقيبه وبيرددوا وهو من خلاله بعيدوا هذا المجد الجميل. انا سمعت الراجل ده غنى غنى كله غلط بأمانة. الواحد يقول الحقيقة. توصياتكم شنو؟ توصياتنا أنه يعني أول حاجة استلحوا بالعلم خشوا بحد الموسيقى ده مهم جدا عشان تعرف أنت تغني كيف وتعرف تعمل شخصية فنية عشان تقدر أنت ذاتك يعني تعمل شيء جميل يميزك تكون شخص عندك شخصيتك الفنية. لكن أنت ما ممكن تتردد غنى الناس بعد شوية الناس بتملك صح. نحن بدينا ما قلدنا لكن غنينا غنى الناس سبقونا لكن بعد شوية لازم يكون عندك شخصيتك الفنية بتميزك من الناس الثانية. وأنا بتمنى أولادنا الصغار ديل يهتموا بالفن ويعملوا الجديد ويحافظوا على غنى الحقيبة. إن شاء الله نسمع ونشوف الجديد. شكرا لك. شكرا لك. كل مشاهدينا اللي بيتواصلوا معنا من خلال هذه الأنسية الجميلة وأغنية الحقيبة التي دخلت عبر الإذاعات المسموعة وهي الآن في قمة الانتشار يعني عبر الفضاءات المختلفة. خليكم معنا متواصلين. فاصل غنائي ونرجع نعود من جديد من خلال هذه المساعة.
خدها تلاتة والمحي وضح والشريف لا خدها تلاتة والمحي وضح والشريف لا زايد في دلاله في محل كان نوحي يحلى هلا حاجب أهلالا في حشائي النار وأقدام الله يا يا ليل والله
طيب يا اخوانا، اول حاجه مساء الخير عليكم وربنا يغطيكم. وده ده الوضع الطبيعي وده الشكل الطبيعي لاتحاد فن الغناء الشعبي. ايوه يعني انا لما مشيت لاصغر زول انا شايفه هنا ده امتداد لجيل كبير اللي هو استاذنا عوض الكريم عبد الله. اول حاجه اسمح لنا يا ابني انه نحن نهنيك انه انت في الصفوف الاماميه وانت قاعد وبتسمع في غنى الحقيبه ويمينك قاعد استاذنا عوض الكريم عبد الله. كلكم يا اخواننا من فوق لراسنا، ونحن الليله من يدكم اليمين ليدكم الشمال. سامع Thank you.
أغاني الحقيبة من المحطات التاريخية المهمة في السودان، إذ تمثل الانطلاقة الأولى للغناء الشعبي في السودان، وهي بدأت في أواخر القرن 19، ولكن تم التوثيق لها مع دخول الإذاعة المسموعة للسودان، وانتشرت بقوة أبان الحكم البريطاني للسودان ومع صناعة الاسطوانات. تعود هذه التسمية الحقيبة لمذيع الراديو صلاح أحمد محمد صالح، الذي كان يعمل في إذاعة أم درمان تحت الحكم البريطاني، والتي أيضا تسمى حاليا بالإذاعة السودانية. هذه الأغنيات الجميلة ننقلها لكم مشاهدين مباشرة على الهواء من قناة الشروق ومن أم درمان تحديدا ومن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. أيضا مشاهدينا، أثرت السياسة والقومية على الأغاني في تلك الفترة، باعتبار أن معظم الشعراء الذين نظموا تلك الأغاني شاركوا في الحركة الوطنية المناهضة. إذن مشاهدينا، حنتواصل معكم من خلال هذه الأمسية والفنان الشعبي يوسف البربري. قالوا قالوا لا يا أخي، الليلة في لعبة هنا، وزمان الفنان يا أخواننا بيجوا معه أخوان الشعراء وكذا. فقالوا شافت أبو صلاح وفي باله الزول الكاتب الكلام ذاك، تخيلت شكل تاني ووضع تاني وكذا. فقالوا لا يا أخي ده أبو صلاح. فعينت له، قامت قالت له يا أخي ده ما ممكن يكون أبو صلاح، وقالت لا. قاموا وصلوا له الكلام، قالوا لا يا أخي بدك كده كده كده، وقامت قالت لا لا، نشوف في نموذج كرة دلابش. شوف العين قالت لا I'm
عنا طلبات كثيرة. الناس طالبة كثير. الصلاة النجدي ما شفنا ده هزال بعيد.
يا اخواننا احنا ضعنا ولا ما ضعنا؟ عليك الله ضعنا ولا ما ضعنا؟ زمان يا اخواننا عشان تشوف لك بنت زي قرب السما للوطن. قال قرب السما لو ممكن يمكن انجاز وعدي، لكن بعد السرى في فلغ الاقرب من بعدي. استغفر الله. يا اخواننا عليه الطلاق نحن ضينا يا اخوان. السعين كلهم ماشيين جاي وماشيين جاي. قرب السما السماوي إذن مشاهدينا كانت أجمل وأروع ليالي الحقيبة باتحاد غناء الشعبي بأم درمان. يمكن تابعنا عدد من الأغنيات الجميلة اللي وثقنا من خلالها لأغنية الحقيبة اللي تغنى لها عدد من الفنانين وكتب لها عدد من الشعراء السودانيين. شكرا للمشاهدة وشكرا للمتابعة، وكذلك شكرا للتيم العامل الموجود معنا من خلال هذه الحلقة. وخير ختام من أغنيات الحقيبة خليكم معنا، وشكرا ودائما خليكم بخير ومتابعيننا على قناة الشروق. في أمان الله. طيب أخوانا، إحنا كنا دارين نعمل حاجة لكن قالوا الزمن والحاجات المعارف كده. المهم انا داير امشي اغني لابو الاغنيه الشعبيه استاذنا محمد احمد عوض. ولما نجي في الحته دي يا اخواننا المفروض الناس تعمل صفة ويسترح، لانه ممتع وسلس وجميل واي زول ممكن يغني له. قبل ما امشي شايف ناس محمد بشير عتيق هنا، قالوا لي يا اخي تشرح أستاذ محمد أحمد عوض في الأغنية بتاعت الرشيم الأخضر في حتة بتقول يا أخواننا مين سواك يتجسر، والحتة ده أنا قلتها كتير. أخواننا سنة 1935 عشان تعرفوا نحن ضعنا، إحنا والله كان بارينا الناس دي، أس الطيارة كان نسوقها من تحت، فهمتوا كلامي؟ فبجد 35 يا أخواننا هسي أولاد ميك ديل خطمية غرب أزهر
ديل يا اخواننا في 2005 بيجوا يقول لك والله العربيه دي جماعه بتاعنا الكرين ديل، يقول لك والله العربيه دي فيها حساسات، تاخد خلف تعمل تيت 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 وما بالجنبات كده حساسات صغيره. بيحكوا لنا نحن 2005 انه في حاجه اسمها الحساسات. يتخيل محمد بشير عتيق في 1935 قال لي حبيبته، قال لا مين سواك يتجسر ولفؤادي وحسنك ليه عامل سنسر. يتخيل السنسر عندنا شغال من بدري. وجي غلطونا هسه، نحن ما غلطانين يا اخي. شكرا حبيبي. فاكرك معايا حبيبي فاكرك معايا، you
سعيدة علينا عليكم.